كتاب الحديث والسيرة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، حنحل إن شاء الله الوحدة الثالثة والرابعة. نبدأ بالوحدة الثالثة، الدرس الأول صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة 10. هيكون عندنا حل النشاط 1 و2، الصفحة 11، ثم التقويم الصفحة 12. هنأخذ الدرس الثاني صور من صدقه صلى الله عليه وسلم 1، 13، صفحة 13، ثم نأخذ إن شاء الله التقويم والنشاط صفحة 14. الدرس الثالث صور من صدقه النبي من صدقه صلى الله عليه وسلم 2، صفحة 15، حل النشاط 1 و2 والتقويم صفحة 17. هيكون الدرس الرابع عن منزلة الصدق، صفحة 18، 19، بين الصدق والكذب، وجه المقارنة. ثم نبدأ بحل الأنشطة والتقويم الصفحة 20. هيكون عندنا الدرس الخامس وهي أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 21. انتقل بعدها إلى الصفحة 22 وحل النشاط صفحة 23. هيكون عندنا الدرس الثالث من ثمرات الأمانة الصفحة 24، ثم انتقل إلى الصفحة 25 حل الأنشطة صفحة 26، التقويم والأسئلة العامة صفحة 27. ماذا تعلمت من هذه الوحدة؟ الصفحة 28. انتقل إلى الوحدة الرابعة، الشجاعة أو الشجاع الكريم. الدرس الأول شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 30. انتقل بعدها إلى حل الأنشطة الصفحة 32 والتقويم الصفحة 33. الدرس الثاني صور من شجاعته صلى الله عليه وسلم، الصفحة 34، حل الأنشطة الصفحة 35، انتقل بعدها إلى التقويم الصفحة 36. حل الدرس الثالث المؤمن القوي الصفحة 37، انتقل إلى تعرف على معاني الحديث الصفحة 38، حل الأنشطة الصفحة 39، ثم التقويم حيكون عندي إن شاء الله صفحة 40. حيكون عندي الدرس الرابع وهو كرم النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة 41، ثم أنتقل إلى الصفحة 42 وحل الأنشطة الصفحة 43، ثم حل التقويم الصفحة 44. حيكون عندي الدرس الخامس وهو صور من كرمه صلى الله عليه وسلم، الصفحة 45. هيكون عندي التقويم الصفحة 46، ثم الدرس السادس أهمية كرمه صلى الله عليه وسلم الصفحة 47. ننتقل إلى الصفحة 48 وحل النشاط 1 و2 الصفحة 49. هيكون معلومات إثرائية الصفحة 50، ثم التقويم إن شاء الله الصفحة 51. اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة الصح أمامها. هيكون عندي الأسئلة العامة الصفحة 52، ثم ماذا تعلمت من هذه الوحدة الصفحة 53. كتاب الحديث والسيرة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، هنبدأ إن شاء الله بالوحدة الثالثة وهو الصادق الأمين. هيكون عندي الدرس الأول وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة 10، الدرس الثاني صور من صدقه صلى الله عليه وسلم. انتقلنا بعد ذلك إلى حل الدرس الثالث وهي صور من صدقه صلى الله عليه وسلم 2، الدرس الرابع صفحة 18 منزلة الصدق، حلينا الأنشطة والتقويم. انتقلنا إلى الدرس الخامس وهي أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم صفحة 21، أما الدرس السادس فكانت من ثمرات الأمانة صفحة 24. الوحدة الرابعة كانت عن الشجاعة الشجاع الأمين الكريم، ويقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم.